خليني أوجه لك كمان سؤال دكتور ناجي. طبعا إحنا منشوف في تميز بخلق الإنسان اللي هو آدم، ويعتبر آدم التحفة أو تاج الخليقة، والتميز تبعه أنه الله جبل آدم من تراب الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار نفس حية. يعني كل شيء بموت حتى آدم، يعني من كلمة أدماء بتعني التراب أو أحمر. يعني كل شيء بيرجع للتراب، لكن أنه من هاي اللحظة أي إنسان يولد خلاص يصبح إنسان خالد، يعني نفسه خالدة حتى بعد الموت إلى الأبدية، بغض النظر سواء حياة أبدية أو الهلاك الأبدي. فهي اللحظة اللي تميز آدم إنه هو تاج الخليقة. لكن البعض إنه البعض اللي بيجادل في الموضوع إنه في فرق بين خلق الإنسان في الإصحاح الأول أو خلق آدم بالإصحاح الثاني، فهل فيك تلقي الضوء ولو شيء على هذا الموضوع؟ تمام، شكرا يا أسيس نزار. على فكرة الكتاب المقدس لما اتكتب كان متسلسلة على طول، ما فيش أصحاحات وأعداد، وكان سفر التكوين متقسم لحاجة اسمها 11 توليدوت اللي هو هذا كتاب مواليد كذا وكذا. صح. فأصحاح واحد الرب بيشرح لنا خلق العالم كله، وفي اليوم السادس خلق الإنسان. في أصحاح 2 اسمه فلاش باك، بيرجعنا تاني بالتفصيل لخلق الإنسان اللي هو آدم. فكلمة آدم والإنسان الاثنين بيتناقلوا مع بعض بدون أي تمييز بينهم، لأنه بيقول خلقهما ذكرا وأنثى. وفي الأصحاح 2 بيشرح بقى تفصيلات أحداث اليوم السادس أساسا، وبيورينا إزاي الله لما صنع الإنسان من تراب الأرض، لأن الإنسان ما اتخلقش في السماء وبعدين وقع على الأرض لما سقط، لأن جنة عدن موجودة على الأرض، لأن جسمنا يتأقلم مع الحرارة ومع الضغط ومع الأكل ومع كل الحاجات اللي احنا عايشين فيها على الأرض اللي احنا عايشين فيها. لكن ما ينفعش أن يكون الإنسان اتخلق في منطقة بعيدة عن الأرض، لأن جسم الإنسان متأقلم مع الحياة على الأرض. فالله خلق الإنسان أو خلق آدم، الاثنين كلمتين بيتناقلوا مع بعضهم بدون أي تفرقة، وخلقوا على الأرض. وبعدين غرس الرب الإله جنة عدن، فكانت أشجار كاملة لما آدم اتخلق في اليوم السادس عشان يقدر يأكل منها ويعيش منها. وبعدين الله عطى لآدم سلطان على بقية الحيوانات، فهو سماها، والتسمية دي معناها أنه عنده القدرة على أنه إن هو أعلى منها عشان يديها اسم. وربنا قدم له according to their kind، يعني حسب جنسها، فما قدملوش كل أنواع زي ما قلت في الأول. لو قلنا في 200 نوع من الكلاب، هو قدم له الذئب والذئبة، القوارض، الدبابات الأرض، وهكذا. فآدم خلق وعنده ذكاء عالي جدا، لأنه بيقدر يتكلم من أول يوم وبيقدر يفكر من أول يوم، فهو ما عداش كطفل وبعدين فتى وبعدين شاب وبعدين رجل كامل. هو كان كامل من ساعة ما ربنا خلقه في اليوم السادس. وده تميز عالي جدا جدا جدا. احنا ليه عايزين نقلل نفسنا ونقول ان احنا جينا من الحيوانات؟ ده شيء غريب جدا. لان الشيطان عايز يزعزع فكرة ان احنا متميزين لاننا خلقنا على صورة الله. طبعا يا أسيس نزار، في تشابه بين جسمنا وجسم القرود وجسم كائنات تانية كتيرة، لأن كلنا عايشين في نفس الأرض. فمثلا أنا محتاج للإنسولين علشان يحرق الجلوكوز في جسمي عشان يديني طاقة. الحيوانات التانية برضو محتاجة الإنسولين يعمل لهم نفس التمثيل الغذائي ده. فنلاقي مثلا في الطب أنه أكتر إنسولين قريب للإنسان هو إنسولين الخنزير. مش معنى كده أن إحنا أولاد عم، لكن معناها إن الله عطى مركبات تصلح لكل الكائنات اللي هتعيش على الأرض. فوجود التشابه بيننا وبين كائنات أخرى لا يعني إن إحنا جينا منها، لكن يعني إن في مصمم واحد وخالق واحد لكل هذه الكائنات.